ده فندق المنتخب ان شاء الله، وده محافظ مدينه جروه اصريت ان انا اجي اشوف الفندق معاه. وهنا في هنا الاوض اللي هي هناك. تعالى نخش الريسبشن ده كله. Donc, on va repartir à Shalom. C'est important, Shalom. Il y a 47 chambres. Ok. فيديو. اوكي ممتاز. ده الريسبشن. معانا مدير الفندق. ده المكان اللي هيتناولوا فيه وجباتهم. مصباح. الحمد لله، يعني هو نظيف جدا، الفندق نظيف ودي اهم حاجه. ومدير الفندق بيتحدث العربيه، خريج الازهر. هو اهلا مدير الفندق. تعرف على الناس. شكرا جزيلا على ما تقومون به. يعني احنا سعيد سعداء جدا بوجودكم. شكرا شكرا. شرف لينا. شرف لينا. بونسوار.